نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى خالد من سلسلة All Microsoft Lab. النهاردة هنتكلم عن موديول 2 في تراك 70410. هنتكلم عن الـ Active Directory وعن الـ Domain Control وازاي نستخدم الـ Domain Control. تمام، هنا بيقول لك الـ Active Directory في منه في بيتقسم لجزئين، في Physical في Logical. الفيزيكال اللي هو دومين كنترول، والجلوبال كاتالوج. قلنا الجلوبال كاتالوج دي عباره عن ديكشنري فيها كل السيرفرات اللي في الفورست بتاعتي، والريد اونلي دومين كنترول ان هو لو في فرع عندنا انا خايف احط فيه سيرفر ولا حاجه، احط فيه سيرفر ريد اونلي دومين كنترول بحيث لو حصل فيه اي حاجه مفيش الداتا بتاعتي مش هتروح، مفيش حد هيقدر ياخد مني حاجه. اللوجيكال عندي بارتيشن، سكيما، دومين تري، فورست سايت. طبعا الكلام ده كله هيتاخد ان ديتيلز الفتره الجايه ان شاء الله. بعد كده هنتكلم دلوقتي عن اكتيف دايركتري دومينز. بيخش بيها هو ده كده اللي هو رمزه الكتاب ده. الاكتيف دايركتري دومين بيخش بيه تي لوك وروب، بيعمل لها حاجه اسمها سنتراليزيشن. تمام، وبيدخل الدنيا كلها في البيئه بتاعه بيئه الدومين. في بعد كده عندي حاجه اسمها ايو. بالنسبه للايو والجروب واليوزرز والكونتينرات دي اللي انا عاملها دي بنظم بيها شكل الاكتيف دايركتري. في اختلاف بينهم، في اختلاف بينهم، بس الكلام ده في موديول 3 ليهم موديول لوحده، فملهاش لازم انا اتكلم فيها الموديول ده. هنا بيكلمك بيقول لك ده الفورست بتاعتي، والفورست بتاعتي لما بعمل منها فرع تاني ده اوتوتوم، لما اعمل له فرع تاني ATL دوت كذا، يعني ده الاب بتاعه، وده بياخد اسم بينهرت منه الاسم. طب لو انا عايز اغير الاسم ده بس يكون في قلب الفورست، بعمل حاجه اسمها تري جديده، بس التري في قلب الفورست. تمام كده، وده قلنا المره اللي فاتت. ايه هي الاكتيف دايركتري سكيما؟ السكيما بتاعت الاكتيف دايركتري ايه هي؟ الاوبجكت واللوكيشن والمانجر واليوزر والجروب والكمبيوتر والسايت. الكلام ده كله برضه المره الجايه، فما تشغلش بالك بيه. يعني كل ده هناخده انت ديلز بالتفاصيل قوي. يعني ايه هو الدومين كنترول؟ بيقول لك الدومين كنترول في حاجه، في بروتوكول اللي بيعمل اوثنتيكيشن، اللي انا بدخل بيه اليوزر نيم والباسورد بتاعي على المكنه. البروتوكول ده هو اللي بياخد اليوزر نيم والباسورد وبيعمل بيه اوثنتيكيشن في الاكتيف دايركتري، اسمه كيربرس. كيربرس يقول ان لما تيجي تترجمها ترجمه حرفيه ان هو التنين ذات الثلاث رؤوس. تمام، بيقول لك الجلوبال كاتالوج. الجلوبال كاتالوج دي بتكون عارفه كل السيرفرات اللي موجوده عندي في الفورست. تمام اهو، يعني لو انا مثلا بعمل سيرش على سيرفر، الجلوبال كاتالوج هي اللي بتجيبها لي. هي عملية اللوجن ازاي بتتم؟ على فكرة الدومين ده عليه دي ان اس برضه، خلي بالك من دي، لان اول لما الكلاين ده بيقول لازم نسأل الدي ان اس، يقول له فين الدومين، فهو الدومين ده عليه دي ان اس. اول حاجة بيعمل اوثنتيكيشن مع الدومين كنترول عن طريق حاجة اسمها ايه؟ كيربرس. بيبعت له التيكت بتاعته اللي هي تي جي دي. تمام، بعد كده هو بيوافق عليها. بعد كده بيروح لايه؟ للملف للتارجت بتاعه، سواء سيرفر ياخد منه داتا، سواء كمبيوتر تاني، اي حاجه. تمام، سواء اف تي بي سايت، اي حاجه عندي في قلب الشبكه بتاعتي. ايه هي الاوبريشن ماستر رول؟ الاوبريشن ماستر رول دي خمس حاجات. الخمس حاجات دي لو محطوطه على سيرفر يبقى هو ده الدومين الاساسي في الشبكه عندي. طب افرض الدومين عندي وقع الاساسي، بعمل لهم سيز، يعني باخدهم بسحبهم باي كوماند وباي انترفيس، وهنعرف ده ازاي وده ازاي، بس برضه في الموديول بتاعه. دلوقتي بقول لك انستول دومين كنترول على طريق الجي واي وعن طريق الكور. تمام، وعن طريق هي اي اف اللي احنا قلنا عليها المره، عن طريق الجي واي
بتختار من حضرتك من سيرفر مانجر اداة الدومين كنترول، وبتمشي خطوات عن طريق الكور. بتكتب الكوماند ده دي سي برومو سلاش ان اتمت دي انسر فايل تكست. الانسر فايل ده هبقى احنا بنطلعه ازاي، اهو بيبقى مكتوب فيه كده، هبقى اوريه لك واحنا بنظبط بالجي او. بيقولك لو حضرتك عايز تعمل ابجريد، لو انت عندك سيرفر 2008 او 2008 ار 2 تقدر تعمل ابجريد. تمام، لو انت من اي اف ام، الاي اف ام دي الاي اف ام دي هنستخدمها في ايه؟ لو انت عندك برانش يعني فرع تاني ومفيش انترنت بينكم، فانت بتطلع الكلام ده على سي دي او دي في دي هاي، وبتروح توديها لهناك وبتعمل من هناك ايه الفيرفاي بتاعتك. بص بتختار ايه من المكان اللي هو اللي فيه السي دي او الدي في دي. تمام، المفروض دلوقتي هنتجه لللاب ونسطب عليه. لو في اي كويستشن عن اللاب بتاع النهارده ممكن تتواصلوا معايا، ده رقم تليفوناتي، ده الفيسبوك بتاعي، ده الايميل بتاعي. تمام، نشوف الباك كده برضه قبل ما نروح على اللاب، نشوف لو مكتوب فيه جديد. هيعمل اوفرفيو على الاكتيف دايركتري، هو تمام، الفيزيكال كومبوننت واللوجيكال كومبوننت، الاكتيف دايركتري دومينز، هي العيوب قلنا العيوب جروب والكونتينر. اللي بيحصل في الاكتيف دايركتري ده عباره عن تنظم شكل الاكتيف دايركتري، وانت كراجل اي تي لازم تكون راجل منظم جدا. ايه هي الاكتيف دايركتري فورست؟ ايه ده الفورست؟ ده التري. هي الاكتيف دايركتري سكيما دي اللي بقدر احط فيها الاوبجكت. ايه هو الاوبجكت؟ الاوبجكت اللي هو يوزر وجروب وكمبيوتر، اي حاجه بقدر اكريتها اكتيف دايركتري، واي حاجه بكريتها ليها اس اي دي. وعشان فتحنا النقطه دي، اول لما تسطب الاكتيف دايركتري لازم تعمل ديسيبل الادمنستريتور، بس قبليها تاخد منه كل. ليه؟ لان الادمنستريتور لما تيجي حضرتك تدلته هتلاقي اخره 500، واي هاكينج عليا بياخد اي اس اي دي اخره 500 عشان هو ده بيكون الادمن. فانت لازم تعمل كوبي منه وتعمله ديسيبل. بعد كده هنشوف العمليه دي واحده واحده الموديول الجاي ان شاء الله. موديول 3 هيديك نبذة عن الدومين كنترول. تمام، ايه هو الدومين كنترول؟ وايه هي الان تي تي اس؟ طبعا قلناها المره اللي فاتت. وايه هو السيس فول؟ قلناها المره اللي فاتت ان هو فولدر متشار بيبقى فيه البوليسي لليوزر. وهنتكلم عن الدي جي دي والكيربرس. تمام، وايه هي جلوبال كاتالوج؟ جلوبال كاتالوج دي قلنا ان هي ديكشنري فيها كل القواميس اللي في الفورست بتاعتي. اهو فيها فيرست نيم وديسبلاي نيم واللوكيشن. قلنا عمليه اللوجن بتتم ازاي. الاوبريشن ماستر رول قلنا ليه 5 اوبريشن ماستر رول، لما بتكون على اي حاجه على اي سيرفر بيكون هو ده الرئيسي. هنعمل هنا انستول الدومين عن طريق جي او اي، وهنا عن طريق كور. لو انت عايز تعمل ابجريد هتدوس اد بريب اي اكس اي. لو فون سيرفر 2008 ار 2 سلاش فورست بريب انت، او اد بريب اكس اي دومين بريب. تمام، بتعدل في الاعدادات الفورست الاول، بعد كده اعداد الدومين، بعد كده هتسطب ويندوز سيرفر 2012 عادي جدا، وبتختار ابجريد. يعني دلوقتي لو انت عندك سيرفر 2008 وعايز تعمل له ابجريد، حضرتك بتكتب الكوماند ده فران. تمام، وبعد كده الكوماند ده، وبعد كده بتدخل الاسطوانه وبتراستر وبتروح دايس انستول ناو وبتدوس ابجريد. تمام، يوزنج ميديا ده اللي هو الاي اف ام، الاي اف ام. تمام، افتح احنا سطب دلوقتي الدومين. ده موديول 3 اللي احنا هناخده المره الجايه. مانج يوزر، مانج جروب، مانج كمبيوتر، ديليجيت ادمنستريتور. تمام، فايه فما اقدرش ان انا اتكلم عن موديول 2 يوزر وجروب واقعد ايه
اكبر فيه مع ان ملوش لازمه يعني. انا اخش على طول في موديول 3. ففي موديول 2 دلوقتي هنتكلم ازاي تسطب اكتيف دايركتري. احنا قلنا ايه واحنا في 2008 نعمل ايه؟ قلنا الادمن ليه باسورد، هنا الادمن ليه باسورد. تاني حاجه ستاتيك اي بي، رايت كليك اوبن نتورك، change the data هنحط static IP. قلنا ان السيرفر لازم يكون ليه static IP، تمام. change adapter string ونغيره الايثرنت، نخليه internal بحيث ان احنا نعرف الكارت ده اللي هو الكارت الداخلي، عشان فيما بعد هنضيف كروت تانية للسيرفر. properties هنشيل الشيب بوكس على فيرجن، على IP version 6 لان احنا هنستخدم IP version 4 بس. دبل كليك عليه ونقول يوز فولوينج اي بي، ونستخدم الاي بي اللي هو 10.0.0.1، والدي ان اس على نفسه، تمام، لان السيرفر ده هيشيل اكتف والدي ان اس. اوكي لو الدي ان اس كان عندي سيرفر تاني كنت هحط الدي ان اس على السيرفر التاني، تمام. المفروض نقفل فايرول. في البيئة العملية ما بنقفلهاش، بنفتح بس بورتات فيها. هو يا اما بنقفلها ونشغل اي بي سيك، وهنعرف الكلام ده بعدين. دلوقتي كنا الشاشة دي اللي هي سيرفر مانجر، لو احنا قفلناها ممكن نفتحها منين؟ من هنا، شايفين دي؟ ندوس عليها مرة واحدة سيرفر مانجر، تمام. بيقول لك ايه؟ تضيف رول ولا فيت اند فيتشر، ولا تحط سيرفرات تانية للشاشة دي، ولا كرييت سيرفر جروب، يعني تعمل سيرفر جروب فيها سيرفرات. على الشمال بيقول لك ايه؟ دي الداتا شو بتاعتك، في لوكال سيرفر، السيرفر الحي عايز حضرتك تعمل عليه ايه، ولا اول سيرفر اللي معاك، السيرفر الحالي تقدر تغير النيم بتاعه، روح جروب ولا دومين، ويندوز فاير وول، وهكذا. ودي الايفنت بتاعتك، اول سيرفر كل السيرفرات اللي مع حضرتك هتلاقيها هنا مترصصة كده. فاير اند ستوريج سيرفيس، لو سيرفيس شغالة معاك، لا يا باشا انا عايز هاتلي لوكال سيرفر، تمام. انا من مانج هقول له اد رول اند فيتشر، تمام. بيقول لك بيفور يو، قبل ما تبتدي بيعرفك ايه هو لازم يكون الادمنستر عنده سترونج اي بي، لازم ان السيرفر عنده ستاتيك اي بي، وهكذا، ولازم يكون الويندوز بتاعك ابديت. نيكست. عايز تضيف رول ولا اند فيتشر، ولا تعمل ريموت ديسكتوب؟ لا، اقول له رول اند فيتشر. نيكست. عايز حضرتك تحطها على انهي سيرفر؟ اقول له على السيرفر ده اللي على اي بي ده كذا، اللي شغال على اوبريتنج سيستم كذا، اعمل سيلكت عليه واقول له نيكست. حضرتك عايز تضيف انهي رول؟ الرول بتاعتنا اسمها ايه؟ اكتف دايركتري دومين سيرفيس. بيقول لحضرتك عشان حضرتك لازم تنزل الرول دي، لازم تنزل معاها الفيتشر دي كلها، اقول له اد فيتشر. نيكست. دي الفيتشر، لو انت عايز تنزل فيتشرز زيادة. نيكست. بيقول لك لو انت هينزل الكلام ده كله انت متأكد، قول دوس انستول. لو انت عايز تراستر بعد ما يخلص دوس ريستارت، اقول له يس ودوس انستول، تمام. هو كده هيبتدي الانستول بتاعه. احنا ممكن نعمل بوست ونرجع بعد ما نخلص الانستول، تمام. هو كده خلص الانستليشن بتاعته، اقول له كلوز. شايفين في حاجه في النوتيفيكيشن، دوس عليها كده هيطلع لي ايه؟ ان في الاكتيف دايركتري دومين بينزل على ده، اقول له بروموت السيرفر، يعني رق السيرفر ده عشان يبقى دومين. هدوس عليها عشان اقدر اتابع العملية. فتح لي الويزرد دي،
تمام. ثاني بحمل بيقول لك ايه، عندك ثلاث اختيارات، تضيف الدومين ده لدومين كان موجود، ولا تضيف الدومين ده لفورست موجودة، ولا الدومين ده في فورست جديدة. اول اختيار دي لو انا عايز اعمل من الدومين ده ايه، مثلا دي ان اس على اي فيتشر تايم. تاني اضافة دي ممكن اخلي الدومين ده ايه تشايلد او تري جديدة. تالت حاجة اللي احنا عاوزينها ان الدومين ده لسه ببتدي فيه فورست جديدة، قلنا هنسميه اي بي سي دوت كوم. واشمعنى اي بي سي دوت كوم؟ عشان نبعد عن النت بايس نيم، لان النت بايس نيم بيشتغل برودكاست، وقلنا الكلام ده في المرة اللي فاتت، برودكاست وهيعمل ديلي في قلب الشبكة. لا انا بعمل كده عشان ايه، خليها دوت لوكال. انا بعمل كده عشان ابعد عن البرودكاست. وقولوا نيكست. الفورست فانكشن ليفل يعني الليفل بتاع الفورست بتاعتك هيبقى ايه. لو حضرتك عملته مثلا ويندوز سيرفر 2008، جيت هنا الدومين هتلاقي ايه بدايته 2008. وخلي بالك ما ينفعش تقللها، يعني انا لو عملت 2003 ما ينفعش ارجعها 2003، لو انا عملت 2008 ما ينفعش ارجعها 2003، 2008 R2 ما ينفعش ارجعها 2008، وهكذا. الفورست فانكشن ليفل يعني مفيش ويندوز سيرفر في قلب الدومين في قلب الفورست كلها لا تقل عن 2008 R2. الدومين فانكشن ليفل يعني بيئه الدومين الحاليه، يعني لو الدومين ده في مدينه نصر اقل حاجه هتخش فيه 2008 R2. تمام كده. بيقول لك ايه، هتنزل مع ايه دي ان اس. ده اساسي، والجلوبال كاتالوج ده اساسي. تعرف بقى لو ريد اونلي دومين كنترول دي اللي انا بقول لك عليها، اللي هو اللي انا بحطها في برانش. بيقول لك ما عايز منك الباسورد بتاعت الريكفري مود، بتاعت الريستور مود. يعني ايه يا باشا؟ يعني لو حضرتك دلوقتي حصل اي ديزاستر ريكفري، اي كارثه في قلب الاكتيف دايركتري، حضرتك بتعمل ريكفر للداتابيس دي، فانت لازم تكتب ايه الباسورد، وهعرفك ازاي تكسرها بعدين. بيقول لك هحط لك دي ان اس ديليجيشن معايا، اقول له نيكست. النت بايس نيم بتاعك هيطلع اي بي سي، لو انتوا شايفين فوق هو بيعمل لود بس اي بي سي اهو زي ما قلنا. نيكست. الداتابيس بتاعت الاكتيف دايركتري بتترمي في ايه، في ان تي دي اس، وملفات الدي ان اس هتترمي معاها في الان تي دي اس، عشان الدي ان اس اكتيف دايركتري انتجريتد زون، ده اسم الزون بتاعته. السيس فول ده قلنا عباره عن فولدر معمول له شير عشان برمي لي بوليسي للقلب اليوزر. نيكست. حضرتك كل اللي انت اخترته موجود هنا، ممكن تعمل له فيو سكريبت وتشوف السكريبت بتاعك، وممكن تعمل له سيف وتاخده وتسطبه على اي مكنه تانية. يعني ممكن حضرتك تعمل فايل سيف از وحطه مثلا على الديسك توب عندي، تمام، واقول له سيف، تمام، واقول له نيكست. يعمل بري ريكوست، تمام. كل اللي انت عملته باص هتسطب سكسفيل، هولو انستول. هنبتدي الانستول وهو هيعمل ريستارت مع نفسه، تمام. او ستارتنج، احنا ممكن نعمل بوس ونرجع تاني لما يخلص ريستارت. هو خلص كده، خلص انستول وعمل ريستارت. شايفين دلوقتي بقى اسمه ايه، اي بي سي سلاش ادمنستريتور. نكتب كده الباسورد،
نفتح السيرفر مانجر ونشوف الكمبيوتر بتاعنا هل لسه فورك جروب ولا دومين. ممكن نجيبها من كده، ندوس على زرار الويندوز اللي في الكيبورد ورايت كليك على ماي كمبيوتر ونقول له بروبرتيز. شايفين قبل ما اقول بروبرتيز شايفين اكتف دايركتري يوزر اند كمبيوتر ادمنستريشن، شايفين بروبرتيز. قال لك ايه ان هو في بي الدومين اسمها اي بي سي دوت لوكال، تمام كده. طب احنا عايزين نعمل يوزر في قلب الاكتف دايركتري، ندوس على زرار ويندوز ونجيب اكتف دايركتري يوزر عند الكمبيوتر. هو 2008 ما فيهوش اي تعديلات، يعني يوزر رايت كليك هنا نيو يوزر اسمه ايه، اسم مصطفى، اللوجن نيم هيخش باسم مصطفى ات اي بي سي لوكال، نيكست. الباسورد بتاعتنا ايه؟ باسورد اول واحده دي يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، يعني انا هعمل باسورد واديها لليوزر واقول له ايه لما يجي يعمل لوجن هيطلب منه تغيير كلمه المرور. يوزر كانوت تشينج باسورد، يعني الباسورد اللي انا هعملها هيمشي عليها غصب عنه. باسورد نيفر اكسباير، الباسورد قلنا بتتغير بعد 42 يوم تبقى اكسباير، فدي نيفر هتفضل معاك طول العمر. اكونت ديسيبل، يعني ايه ممكن ساعات اعمل الاكونت ده عشان واحد هيجي لي اول الشهر مثلا، فانا بعمله من دلوقتي واروح اعمله ديسيبل لما يجي اي حد يخش يعمل له انيبل من الايه من الهيب ديسك بتوعه، تمام. احنا عشان فيها عادية يعني وبيئة تعليمية فبنختار اتنين دولت، نيكست فينش، تمام كده. ده اكونت، ده الكونتينر بتاع الكمبيوتر، تمام. لما هدخل فيه كمبيوترات هيكون فيه ده الكونتينر بتاع الدومين كنترولر، ده الدومين بتاعي، تمام. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ ندخل مكان الدومين. نشوف بس اول حاجة نظبط الكارت النتورك بتاعنا بحيث ان هو ايه نشوف هو فين كارت النتورك بتاعنا نت، تمام. يبقى ايه نفتح مكنة ويندوز 7، اول حاجة نخلي الكارت النتورك بتاعها ايه نت، هو نت اهو، تمام اوكي. نعملها رسم، تمام. ونحط لها الدي ان اس بتاعها 10.0.0.1 ونقفلها فاير وول ونديها اي بي 10.0.0.2 وندخلها الدومين. ندخلها المره دي بالادمنستريتور بقى، المره اللي فاتت دخلناها باليوزر عادي وقلنا اليوزر يجي يدخل ان هو ليه يدخل لغايه 10 كمبيوتر جوه الدومين. وممكن اقفل عليها العمليه دي، مفيش اي اختلاف بين 2012 و 2008 غير الواجهة بتاعته دي بس، بعد كده مفيش اي حاجة تاني. هو في فيتشر نازلة اتضافت بس جديدة، غير كده مفيش اي حاجة. اول حاجة نعمل ايه على كارت النتورك بتاعنا، اوبن نتورك، تمام. نقول له ايه change adapter setting، right click على local area connection properties،
عملت سي بي اي بي فيرجن 4 دبل كليك وقال له دي الناس بتاعك 10 10 0 0 1 الاي بي بتاعك 10 0 0 وليكن 2 مثلا ودوس على تاب. هبقى افهمك بعد كده يعني ايه سب ماسك والاي بي والدي ان اس ليهم موديل لوحده. اوكي اوكي تمام. اعمل باك هتلاقي حاجه اسمها ويندوز فايروول، دوس عليها تيرن ويندوز فايروول اون اور اوف، اقول له اوف. ندوس عليه اوكي واقفل. تعالى كده بالسي ام دي نكتب هنا السي ام دي نقول له بنج نشوفه شايفه ولا مش شايفه. بنج سبيس 10 0 0 1 عمل لي قال لي ريبلاي، يبقى هو كده شايفين بعض تمام قوي. يبقى ناقص اخر خطوه اللي هي رايت كليك على مال كمبيوتر Properties هتيجي على ال على اللي هي كمبيوتر نيم دومين اند ورك جروب وتعمل تشينج سيتنج بس كده. بتقول له ايه تشينج. في ناس بقى ايه في هيلب ديسك صعيين قوي، يعني يقول لك الكمبيوتر نيم ده مثلا هو ايه هو في مثلا في الاتش ار تمام، اتش ار في القسم بتاع اتش ار يقول لك ايه بي سي 1 داش اتش ار وبي سي 2 داش اتش ار وهو بيدخله الدومين تمام. ممبر اوف وقول له دومين، بدل ما يعمل اتنين ريستارت هيعمل مره واحده عشان غيرت الكمبيوتر نيم والدومين بتاعي. الدومين الدومين اي بي سي دوت لوكال، روح داس اوكي. هيقول لي انت مين، اهو الدومين بيكلمني تحت انا الدومين انت مين، اقول له انا الادمنستريتور والباسورد بتاعتي باسورد، دوس له انتر. قال لي ويلكم، اهلا وسهلا بيك في الدومين بتاعك، اقول له اوكي. هات له مني ريستارت لو رحت دلوقتي في الاكتف دايركتري تمام، اقول له كلوز اقول له ريستارت ناو. لو رحت دلوقتي في الاكتف دايركتري في الكونتينر اللي اسمه كمبيوتر بتاع الكمبيوتر ده اهو اكتف دايركتري يوزر عند الكمبيوتر في الكونتينر بتاع الكمبيوتر هلاقي فيه بي سي 1 داش اتش ار، بي سي 1 داش اتش ار. في الموديول الجاي بقى ممكن تعمل رايت كليك على الكمبيوتر ده وتعمل له مانج، تقسم له الهارد ديسك بتاعه، تحطه في جروب، تقفله خالص. في اليوزر اقدر امنع اليوزر ساعات معينه ان هو يخش الكمبيوتر. هنعمل حاجات كتيره في الموديول الجاي ان شاء الله. كده الموديول بتاعنا ده خلص. لو في اي استفسار عن اي حاجه عندك الاكونت بتاع الفيسبوك رقم موبايلي. اوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.